عام 89 احتفل العالم بنهاية الحرب الباردة، وحيث انهار الجدار الذي قسم أوروبا إلى قسمين، بدأت الدول تقلل إنفاقها العسكري، وأعداء الماضي عادوا للصلح. لكن ليس في كوريا. عام 89 بقيت المنطقة منزوعة السلاح تقسم شبه الجزيرة الكورية إلى بلدين، لتفرق ملايين العائلات وتقطع أي صلة بين الشمالية والجنوبية. هذه المنطقة تعد جداراً عسكرياً وفكرياً قائماً منذ نهاية الحرب الكورية، جداراً قد لا يهدم أبداً. في نهاية الحرب الباردة، النزاع بين الشرق والغرب وضع أوزاره، وذلك مع انخراط كوريا الجنوبية في العولمة الجديدة. نجحت كوريا الجنوبية في التخلص من الأنظمة العسكرية وفتحت المجال لنظام ديمقراطي. أصبح النجاح الاقتصادي مصدراً للفخر وبطاقة للتعريف. شركات لم تكن معروفة، سامسونج، LG، هيونداي، ديو، تصدرت أسواق الفولاذ والسيارات والإلكترونيات في العالم. كثيراً ما حدث ذلك على حساب حقوق العمال، لكن النمر الآسيوي الجديد برز للعالم. أردنا حياة أفضل، لم نرد أن نظل مستعمرة، ولا نريد للجوع أن يطاردنا أكثر. لقد تقنا إلى التغيير، وبفضل هذه اللهفة نجحنا في تحقيق معجزتنا الاقتصادية الخاصة والمذهلة. أرادت العاصمة سيئول أن تصبح جزءاً من المجتمع الدولي. في حال وقوع نزاع كانت لأمريكا السيطرة على جيش كوريا الجنوبية، لكن كوريا الجنوبية بدأت بالتحركات. أرادت انضمام الكوريتين إلى الأمم المتحدة منفصلتين، فاستغلت الروابط التي تكونت أثناء أولمبياد سيئول مؤخراً وضغطت على الصين الصاعدة والاتحاد السوفيتي. أقنعناهم، فكان علينا الاعتراف بالحقيقة المحضة، وهي أن كوريا قد انقسمت إلى جزئين منفصلين، وأن هناك فعلياً حكومتين ودولتين. الاتحاد السوفيتي والصين ضغطتا على كوريا الشمالية لقبول عرض كوريا الجنوبية الجديد بلا خيارات. رياح التغيير بدأت تهب بوضوح، بل إن الكوريتين وقعتا معاهدة على المصالحة وعدم الاعتداء. لكن الأقمار الصناعية أظهرت واقعاً مختلفاً، فقد تلألأ الجنوب بالنجاح الاقتصادي، أما الشمال فكان في وضع كارثي بلا كهرباء أو موارد، وتقريباً بلا أصدقاء. حسناً، عانت أغلب الدول الاشتراكية في شرق أوروبا العثرات عام 91، ومن ضمنها الاتحاد السوفيتي كسيد لهذه المنظومة. في الماضي استطاع المعسكر الاشتراكي مواجهة العالم الغربي ككتلة قوية ومتماسكة، أما الآن فلم يعد لذلك المعسكر عمود فقري. ورغم صعوبة الموقف، عقدنا العزم على الاعتماد على جهودنا نحن لحماية سيادة الدولة وتطوير أنفسنا وتنمية اقتصادنا وحضارتنا حتى لو واجهتنا أعتى الصعوبات. كان قلق بيونغ يانغ في محله، فقد توقفت موسكو عن إرسال البترول المدعوم وأنهت معاهدة المساعدات العسكرية. أما بكين فقد أدركت الدولة المعادية في الجنوب. عام 91 بدت أمريكا مستعدة للتقليل من بعض الضغوط، لكن فوراً أعاد الجيش الأمريكي مناوراته السنوية التي عرفت بتيم سبيريت مع كوريا الجنوبية التي كانت علقت بنهاية الحرب الباردة.
عاد 200,000 رجل تمثيل الهبوط الأمريكي أثناء الحرب الكورية. بالنسبة إلى بيونغ يانغ كان هذا وما زال استفزازاً واضحاً مع توسع المناورات. اشتدت شراسة رد فعل كوريا الشمالية. إبقاء مليون رجل في حالة استعداد دائم ما عاد كافياً لبيونغ يانغ. أصبح هناك ضمان واحد للبقاء، الأسلحة النووية. حين أعدنا مناورات تيم سبيرت في مارس عام 93، ردت كوريا الشمالية بالانسحاب من معاهدة عدم الانتشار النووي، المعاهدة العالمية. ومن ثم بدأت تسعى إلى تطوير أسلحتها النووية، فتوقع خليفتي أن تسوء الأزمة. قالت كوريا الشمالية إنها ستشعل كل شبر في سيول إذا وصلنا معارضتها أو تهديدها. من ثم تواصلوا مع جيمي كارتر الذي وجهت له دعوة دائمة لزيارة كوريا الشمالية. للمرة الأولى عبر رئيس أمريكي سابق المنطقة منزوعة السلاح. كان جيمي كارتر محارباً قديماً في الحرب الكورية وكان يخشى التصعيد. كان يعرف أن إدارة كلينتون تفكر في شن هجمات جوية على الشمال. على الجانب الآخر قد يوجه الشمال 15,000 قطعة مدفعية في أي لحظة ليهاجم سيول وملايين السكان فيها. أرضت الزيارة غرور كيم إيل سونغ، وتوصل الرئيسان حينها إلى اتفاق. أعلن كارتر أنه قد تم تفادي الحرب في بث مباشر عبر CNN. حفظ الاتفاق التالي ماء وجه الجميع. ضمنت بيونغ يانغ إيقاف برنامجها النووي. وعدت أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان بأن توفر مفاعلين للماء الخفيف ومساعدات طاقة هائلة. استأنفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفتيشاتها في أنحاء كوريا الشمالية. السبب الرئيسي لاستعداد العالم الخارجي لتقديم المساعدات لها هو برنامجها النووي. لولا الرؤوس النووية لما اهتم أحد. كانت سياساتهم ضد النمو الاقتصادي، لكنه لم يكن أولويتهم الكبرى. كان الاستقرار هو أولويتهم الكبرى، وكان ذلك في صالح الاستقرار. كيم إيل سونغ مؤسس كوريا الشمالية مات فجأة. اعتقد أغلب الملاحظين الأجانب أن كوريا الشمالية ستنهار كذلك. إن نعش القائد العظيم يقترب. قائد عظيم ليس صحيحاً، لا يعقل هذا أبداً. أحقاً حان وقت وداعه اليوم إلى الأبد. وداعاً يا قائدنا، وداعاً أيها العظيم، وداعاً. اعتمد ابنه وخليفته كيم جونغ إيل على القوى الوحيدة التي تضمن بقاء النظام، الجيش. سميت السياسة الجديدة الجيش أولاً، حيث تكون للجيش الأولوية في الغذاء والمعدات. في تلك الأثناء كانت البلاد تصارع مجاعة شاملة. تسمي كوريا الشمالية هذه الفترة بالمسيرة الشاقة. إنها تضحية قدمها بعضهم للمصلحة العليا الخاصة بالدولة والنظام. إنه شيء لا يتصوره الغرب، لكنه مقبول بين شعب تعلم شن الحروب. أثناء سفري في البلاد لم تكن هناك كهرباء كافية لعمل القطارات. اقتصد الناس قدر استطاعتهم وقتها. عانى الناس من المجاعة. جابوا البلاد لنزع لحاء الأشجار والجذور من فرط جوعهم، من فرط فقر عائلتي كالعائلات الكورية الأخرى كلها. كان أبناء الضعفاء يأكلون بأياديهم الصغيرة أرزاً مصنوعاً من الذرة غير المطحونة، يضمونها بأيديهم هكذا. حطم ذلك قلبي بصفة أباهم. كانت وراء هذه الكارثة أسباب كثيرة. الفيضان الهائل الذي تفاقم بسبب إزالة الغابات في الثمانينيات وانهيار نظام توزيع الدولة المعتمد. انهمرت المساعدات الدولية ومنها كوريا الجنوبية، لكن السلطات كعادتها تلقتها بشك مطلق. لا يريدون الكشف عن معلومات توضح مدى سوء الوضع، لأن هذا سيسيء إليهم. اجتمعت هذه العوامل كلها وخلقت هذا الوضع.
إلى أن قررت الدولة أن تقوم بفعل الفرز، حيث سيركزون على ما يهمونهم أساساً، وأغلبهم النخبة في بيونغ يانغ، وعلى باقي السكان أن يعانوا وحدهم هكذا دون حل. تم إنقاذ الدولة، لكن بأي ثمن؟ بين عامي 94 و2000 تسببت المجاعة بموت 500 ألف إلى مليون شخص، أي من 3 إلى 10% من السكان. ولمدة طويلة ظلت كوريا الشمالية من أكبر الدول المستفيدة من المعونات الغذائية لكل نسمة. غيرت المجاعة البلاد حين انسحبت الدولة، أعاد السكان نظام المقايضة والسوق السوداء للبقاء أحياء. تجاهلت السلطات هذا الأمر، خاصة في الولايات النائية. حين توشك على الموت ستصير مبدعاً، لذا ابتكروا اقتصاد السوق السوداء، واتضح أنه فعال جداً. بدأت البلاد تعيش، وقد وجدت الدولة أسلوباً للتعايش، وهذا يثبت عناد الكوريين، وهو اعتراف بجدارة الشعب الكوري كله، على الرغم من عزلة كوريا الشمالية، وعلى الرغم من هذه الظروف ضدهم، إلا أنهم استطاعوا تخطيها. أغنى رجل في كوريا الجنوبية هو تشونغ جو يونغ. إنه المؤسس الأسطوري لهيونداي، الشركة الأولى في كوريا الجنوبية منذ الستينيات. لكن رائد الأعمال الوطني لم ينس قط أنه ولد لأسرة مزارعة فقيرة في الشمال. عام 98 قرر العودة إلى موطنه الأصلي الذي مزقته المجاعة، وأخذ معه في زيارته 1000 بقرة وباقرة. حين وصلت إلى سن الرشد تركت الوطن في الشمال، ورأسي مليء بالأحلام. حملت في جيبي 8 ثور، ثور زراعي من قطيع أبي. الآن أصبح ذلك الثور 1000 ثور وثور. لقد عدت اليوم إلى وطني الحبيب لأقود القطيعة وأرد ديني. أهلا بك في بلدك. شكرا لاستقبالك. تشونغ جو يونغ مؤسس هيوندي، ولد في الشمال كما تعرف، على مسافة غير بعيدة من القرية التي ولدت فيها. ولد في ولاية كانغوان. قدم لنا عرضا ووجدنا الفكرة جيدة نحن أيضا، فوافقنا لهذا السبب. في السياق آنذاك ساعدت هيوندي في إدخال الثقة والتصالح أيضا إلى علاقة الشمال والجنوب. حظي تشونغ وابنه بدعم الزعيم الجديد كيم يونغ إيل، وذلك بهدف التصالح. ومقابل ذلك وافقوا على فتح جبال كونغونغ أمام الكوريين الجنوبيين فور وصول الحكومتين إلى اتفاق. بما أن المشاكل السياسية والعسكرية شوهت العلاقة بين الكوريتين، اقترح تشونغ المشروعات الاقتصادية كأرض مشتركة استعداداً لإعادة الوحدة. أهم شيء كان بالنسبة إلينا العمل معاً لتنمية جمال جبل كومكانغ الخلاب. دعم رجل آخر سياسة الذراعين المفتوحتين، رئيس كوريا الجنوبية الجديد كيم داي جونغ. إنه المعارض اليساري للديكتاتورية العسكرية الذي تم انتخابه لحل أزمة آسيا المالية التي ضربت كوريا الجنوبية بعنف. حين انفجرت الفقاعة المالية أفلست مجموعات كبيرة مثل ديو، بينما استغنى غيرها عن آلاف العمال. ضحى السكان بذهابهم لرد قروض صندوق النقد الدولي، مضحين بمصلحتهم في سبيل مصلحة الأمة. لكن السؤال الجوهري بالنسبة إلى كيم داي جونغ لم يكن اقتصادياً، كان لابد من الطموح الرئيسي في سياسة إعادة الوحدة السلمية.
أثناء وجود زوجي في الحبس الانفرادي، كان يفكر في طريقة لإعادة الوحدة بين الشمال والجنوب وما سيحدث بعد ذلك. كان يعرف أن إعادة الوحدة قد تجلب الفوضى في البداية، لذا كان يدعو إلى التحرك ببطء خطوة بخطوة دون أن يحدث تسرع سياسي. لقد كانت هذه هي أفكاره، وقد بنى آمالاً عليها. خلافاً لأغلب محافظي كوريا الجنوبية، لم يؤمن كيم داي جونغ قط بأن الشمال سينهار، وأقنع القوى العظمى بأن عملية السلام ستنجح، وأسماها سياسة الشمس المشرقة. حكومة كيم داي جونغ فتحت مدخلاً نحو كوريا الشمالية، كما في مبدأ المواطن أولاً ثم مبدأ الحكومة، ومبدأ الاقتصاد أولاً ثم السياسة. الأمور السهلة أولاً ثم الصعبة لاحقاً ثم تبادل الأولويات. في منتصف يوليو عام 2000، طائرة كوريا الجنوبية الرئاسية هبطت في بيونغ يانغ. ذهل العالم لدى رؤية هذه الصور الحية. كان الشمال بعد تعافيه من المجاعة قد تشبث باليد التي مدها الجنوب. لم نتصور قط أن قائدنا العظيم سيأتي إلى المطار بنفسه لاستقبال رئيس كوريا الجنوبية. وزعنا المصورين في عدة أماكن. لم يتوقع أحد ظهور القائد العظيم بجواره، وحين رأوه اشتدت حرقة بكائهم. لم يعقل أن يفوت صحفيو بلادنا هذه الفرصة العظيمة، لذا صورنا المشاهد التي كانت أمامنا ونحن نذرف الدموع، دموع المحبة. كانت صدمة كاملة. لم يكتفي رئيسنا بزيارة أرض الشياطين، بل فوق ذلك فقد قابل أسوأ تلك الشياطين وصافحه بيده وضمه إليه، كما ظهرت صور لكيم جونغ إيل يلقي النكات ويضحك الناس، وأحدثت هوساً بكيم جونغ إيل في الجنوب. للمرة الأولى منذ الحرب الكورية شعر سكان البلدين بأنهم بدأوا يستعيدون السيطرة على مصيرهم. سيشق البلدان سبيلاً جديداً إلى إعادة الوحدة، سبيلاً ليس ألمانياً أو فيتنامياً بل هو كوري. ظننت أن السلام أصبح قريباً. نحن نتحدث عن كيم جونغ إيل وهو عدونا اللدود، وفجأة أصبح بشوشاً. بعد 36 ساعة من المفاوضات اتفق القائدان على إعلان مشترك، ونظراً للاختلافات بين البلدين فإن إعادة الوحدة ستكون عملية بقدر كونها نتيجة. لذلك فقد حصل كيم داي جونغ على جائزة نوبل للسلام. في الأعوام التالية ظهرت فجوات في المنطقة منزوعة السلاح. كان التغيير الأكبر منطقة كومغانغ السياحية التي طورتها هيونداي وأدارتها كوريا الشمالية. خلال الأعوام الثمانية التالية زار أكثر من 2 مليون سائح كوري جنوبي موطن أسلافهم. ظلت الاجتماعات الشمالية الجنوبية تحت سيطرة صارمة، لكنها قطعت شوطاً كبيراً في تقليل المخاوف والتخيلات. موطن أجداد العظام! موطن أجداد العظام! تمت الكثير من التعاملات بين الشمال والجنوب في تلك الفترة. أنا شخصياً حضرت أكثر من 200 اجتماع رسمي كل عام. زار فنانون ورياضيون الجنوب، وإن كان ذلك بشكل أقل مما فعل فنانوهم ورياضيوهم. بدأ الشك بين الشمال والجنوب يتناقص، وبدأت العلاقات المالية تتكون. كما فهم شعبنا أن الجنوب يرغب في إعادة الوحدة بقوة،
وأن العديدين هناك أرادوا تصالحا بين الشمال والجنوب أيضا. وهذه الرسالة تم التأكيد عليها من قبل الكوريين الجنوبيين. في كيسونغ حيث وقعت الهدنة ذات يوم، افتتحت منطقة اقتصادية مشتركة مميزة، لمحة من الرأسمالية في عالم كوريا الشمالية الاشتراكي. حلم رواد أعمال كوريا الجنوبية بالعمالة المحلية الوفيرة الرخيصة، وحلمت بيونغ يانغ بتدفق العملة الصعبة ورحبت بذلك. كان وقتاً مبهجاً، لكن الجميع علم أن التصالح الحقيقي يستغرق وقتاً طويلاً. كانت ألمانيا قد أثبتت ذلك بالفعل. أظن أن كوريا ستستفيد من إعادة الوحدة أكثر من ألمانيا، لأن كوريا الجنوبية معزولة تماماً الآن فيما وراء المنطقة منزوعة السلاح. إذا تحققت إعادة الوحدة، نستطيع دخول الصين وأوروبا براً، بل وحتى فرنسا بالسيارة أو القطار. ستصبح كوريا في النهاية دولة قارية كما أتوقع. درس الشمال حالة ألمانيا أيضاً. كما أن إعادة الوحدة الألمانية ليست مثالاً جيداً لكوريا، فقد تحققت إعادة الوحدة بامتصاص ألمانيا الغربية لدماء جارتها الشرقية في كوريا. عرفنا نظامين وأيديولوجيتين شديدتي الاختلاف لمدة طويلة. إذا حاولت إحدى الكوريتين امتصاص الأخرى بالقوة، سيفهم ذلك باعتباره هجوماً وقد يؤدي إلى الحرب. لذا فالجميع لا يريد الاقتراب من التجربة الألمانية. كيم جونغ إيل سأل كيم داي جونغ: السيد الرئيس، كم ستستغرق هذه العملية كما تظن أنت برأيك؟ فقال كيم داي مجيباً إياه: إنه إذا تعاون الجنوب والشمال بإخلاص، فقد نصل إلى إعادة الوحدة القانونية بعد 10 أو 20 سنة كما أتوقع أنا. قال كيم جونغ إيل مصححاً له: إنه لا يوافقه، وإن ذلك سيستغرق 40 إلى 50 سنة. كما كان 11 سبتمبر نقطة تحول في سياسة العالم، ركزت أمريكا فوراً على محاربة الإرهاب والبحث عن أسلحة الدمار الشامل. North Korea is a regime arming with missiles and weapons of mass destruction while starving its citizens. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. يا لعدم الأمانة، لا فكرة لدي مطلقاً على أساس ذلك الكلام. إنه محض افتراءات وخيالات من عقله. لا أصدق أنه فعل ذلك. لم يكن هناك داعٍ، وقد جاء بنتائج عكسية، وأظن أن هذا هو أساس تشكك كوريا الشمالية فينا. بكلمات قليلة نجحت إدارة بوش في محو أعوام من الجهود نحو التقارب. عادت بيونغ يانغ فوراً إلى عقلية الحصار. كما أنكرت كوريا الشمالية الحظر المقبل على صادراتها من القذائف والأسلحة. محور الشر وتغيير النظام والوقاية العسكرية، هذه هي العبارات المفتاحية الثلاث في مبدأ بوش السياسي. أخافتهم كوريا الشمالية فحسب، لذا اختاروا الاستعداد العسكري المعزز، كما أنهم كانوا يعيدون ويجددون بدء التطوير النووي.
لكوريا الشمالية أيضا حق الاختيار. القوة ليست حكرا على أمريكا. سنرد بحزم على التخويف المتعمد. مدافعنا ضد بنادقهم. سنعد للمعتدين ميتة شنيعة لن يهربوا منها. أظن أن أحفادي أو أبنائهم سيعيشون في كوريا موحدة من جديد كالتي قرأنا عنها في كتب التاريخ. دامت هذه الهدنة طوال حياتي. لم نعرف قط معنى السلام الدائم. لا يعقل أن أنتظر حتى جيل أحفادي. لابد من تحقيق هذا في جيلي إذا أمكن الأمر، فنحن نسعى له دائما. عام 89 احتفل العالم بنهاية الحرب الباردة، وحيث انهار الجدار الذي قسم أوروبا إلى قسمين، بدأت الدول تقلل إنفاقها العسكري، وأعداء الماضي عادوا للصلح. لكن ليس في كوريا. عام 89 بقيت المنطقة منزوعة السلاح تقسم شبه الجزيرة الكورية إلى بلدين، لتفرق ملايين العائلات وتقطع أي صلة بين الشمالية والجنوبية. هذه المنطقة تعد جداراً عسكرياً وفكرياً قائماً منذ نهاية الحرب الكورية، جداراً قد لا يهدم أبداً. أرادت الصين جارتهما الشاسعة السلام والهدوء لتواصل نموها الاقتصادي، فساندت التقارب بين الكوريتين. لكن بكين ترددت بين صلاتها التاريخية بين كوريا الشمالية والازدهار الجديد لصلاتها الاقتصادية بكوريا الجنوبية. عام 2003 انسحبت بيونغيان قطعياً من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وأصبح الاستقرار في آسيا مهدداً من جديد. ثم نظمت بكين المحادثات السداسية للسلام ونزع الأسلحة النووية، والتي شملت الكوريتين والقوى الاقتصادية الرئيسية الأربع: أمريكا، الصين، روسيا واليابان. يجب أن نخشى الاحتمالين، فقد يتعاونون مع الأطراف الخطأ، وقد رأيناهم يتعاونون مع السوريين بالفعل، غالباً مع الباكستانيين وربما الإيرانيين. ما يثير القلق أيضاً أثر هذا في المنطقة. إذا تطورت كوريا الشمالية، قد تجعل اليابان وكوريا الجنوبية تفكران في أن من الضروري أن تكون لكل منهما أسلحتهما النووية، وهذا خطير جداً. لم تنوي كوريا الشمالية التنازل عن تطوير برنامجها النووي ما لم تحصل على الضمان المطلق بالنسبة إليها، وهو معاهدة سلام. كانت المفاوضات طويلة ومثيرة للغاية. الكل يقبل أن معاهدة السلام شيء توقعه دولتان، كل منهما ذات سيادة تعترف بسيادة الأخرى، لكن أمريكا لا تلتزم بالقواعد. أثناء المحادثات السابقة لم ترد أمريكا إلا حرماننا من قدراتنا النووية. لم يعترفوا قط بأننا شريك لهم وبالتالي دولة ذات سيادة. مع انهيار محادثات السلام عادت الحلقة المفرغة. إطلاق صاروخ جديد، ثم عقوبات دولية، ثم في 2006 قامت كوريا الشمالية باختبارها النووي الأول. لقد فشل نزع الأسلحة النووية. بعد عامين تماماً تم تعليق المفاوضات متعددة الأطراف في بكين. ربما اعترفت أمريكا بكوريا الشمالية في التسعينيات، ليس هذا دليلاً على استحسانها، فهذه دولة موجودة في الأمم المتحدة. مجرد اعتراف بأن هذه الدولة موجودة لكنها لم تفعل. إذن ماذا كنت ستفعل لو كنت كوريا الشمالية؟ يقول هؤلاء إننا مجرمون وأشرار. حسناً، فلنتصرف كالمجرمين لنريهم أيضاً أن عليهم معاملتنا بالمساواة والاحترام. لا يمكننا لوم القوى العظمى. يجب
أن نسوي الموقف بين الدولتين الكوريتين. يمكننا عمل ذلك إذا قررت الحكومة الاتجاه والسياسة الصحيحين. فلتحيا بلادنا كوريا الشمالية، قاهرة الأعداء والمتخاذلين. كيم جونغ إيل ورئيس كوريا الجنوبية الجديد التقدمي بالقدر نفسه حاولا عقد قمة أخرى عام 2007، لكن التوترات الدبلوماسية المستمرة تركت بصمتها على البلدين. ساعدت الأعوام الثمانية من الدبلوماسية المشرقة على تطوير الكثير من التعاملات بين الشمال والجنوب، بل إن الرئيسين نجحا في التفاوض على قائمة مشاريع مستقبلية مشتركة للحكومات المقبلة. لكن بهجة القمة الأولى كانت تخبو. كان كيم جونغ إيل ضعيفا جسديا ولم يذهب إلى سيول في قمة مقابلة. بدأ عهد التعاون ينتهي تدريجيا. كوريا الجنوبية ديمقراطية، ورئيسها المنتخب حديثا لي ميونغ باك رجل الأعمال المحافظ، قرر تغيير سياستها. لن تواصل كوريا الجنوبية عملية التصالح وإرسال المعونات إلى الشمال إلا إذا وافق على التعاون في القضايا النووية وحقوق الإنسان. اعتبرت بيونغ يانغ ذلك تدخلا غير مقبول في شؤون كوريا الشمالية الداخلية. ما أراد تجربته في البداية منطقي تماما، فقد قال إنهم سيواصلون إرسال المال وغيره من المواد، لكن لديهم شروطا. فقالت كوريا الشمالية: مستحيل، أعطونا المال بلا شروط. إذا وضعتم شروطا فلا نريد مالكم وسنجعل حياتكم صعبة جدا. ثم بدأت المواجهة. وقع حدث مأساوي وأصبح من شؤون الدولة. أثناء زيارة جبل كومغانغ الشهير، خرج سائح جنوبي من المنطقة المصرح بها سياحياً، فقتله جندي شمالي بالرصاص. نتيجة لذلك أوقف الجنوب تعاونه كلياً. سرعان ما بدا أن تحالفات الحرب الباردة القديمة تتشكل من جديد. تصالح كيم جونغ إيل مع بكين وموسكو. لي ميونغ باك أبهر الولايات المتحدة، أمرت بيونغ يانغ بالمزيد من الاختبارات النووية. اتهمت سيول كوريا الشمالية بإغراق إحدى سفنها الحربية، ثم وقع تبادل لنيران المدفعية على جزيرة قريبة من الحدود وصعق سكان البلدين. إنها الأعوام الأكثر دموية منذ عقدين تقريباً. لم يكن هذا السبب الأصلي للمساعدات، كان هدفها تحسين حياة المدنيين الذين يعانون الفقر والجوع، لكنهم استثمروا مساعداتنا كلها في تطوير الأسلحة النووية وانتشار الأسلحة العسكرية والقذائف المتطورة. حين مات كيم جونغ إيل وخلفه ابنه الثالث كيم جونغ أون، كانت العلاقات بين الشمال والجنوب في أسوأ تقييماتها. سمحت سيول لشخصين جنوبيين فقط بحضور الجنازة، أرملة كيم دي جونغ الرجل الذي مد يد العون إلى كوريا الشمالية، وأرملة وريث هيونداي الذي حلم بإعادة وحدة البلاد المقسمة اقتصادياً. اشتد صراع الكوريتين على القوة أكثر في عهد بارك جونيه، أول رئيسة أنثى لكوريا الجنوبية. كانت محافظة جداً، فهي ابنة ديكتاتور الستينيات العسكري. بنت على سياسات عدم التهاون التي وضعتها الحكومة السابقة. تمت زيادة التدريبات العسكرية في كوريا الجنوبية. بل إن السيدة بارك أغلقت منطقة كيسونغ الاقتصادية المشتركة، معقل التعاون الأخير بين الشمال والجنوب. كان ذلك سيئاً. منذ البداية كانت الدراسة مفهوماً واضحاً لعزل كوريا الشمالية واحتوائها وخنقها وإرغام نظام كوريا الشمالية على الانهيار عنوة كي يستولوا عليها. نقسم بالولاء المقدس العظيم لوطننا وقائدنا. نقسم بذلك.
حين تولى كيم جونغ أون الحكم لم يكن العالم يعرف عنه الكثير. كان عمره أقل من 30 عاماً وقد أنهى دراسته الثانوية في سويسرا، وتم تدريبه كخبير مدفعيات في أكاديمية بيونغ يانغ العسكرية، لكن سرعان ما ترك بصمته. صور كيم جونغ أون بأنه قائد شاب مليء بالحيوية، رجل يحب شعبه ويختلط بشتى المجموعات ويحدثهم ويعطي كلمات علنية كما لم يفعل والده قط وكما فعل جده بكثرة. لكنني أظن أن أكثر خطوة دعائية مثيرة هي تصوير كيم جونغ أون بمثابة العودة إلى الأيام الخوالي، بل إنهم جعلوه يشبه جده جسدياً، نفس الملابس وتصفيفة الشعر والجسد الكبير كما نراه. كأنها محاولة لجعل الكوريين الشماليين ينسون تلك الأعوام المروعة، أغلبها كانت مروعة في عهد كيم جونغ إيل. أواخر 2013 اعتقل كيم جونغ أون زوج عمته وأعدمه لقربه الشخصي من بكين. بعد 4 أعوام اغتيل أخوه غير الشقيق المنفي في ماكاو بظروف غامضة. داخل البلاد أنهى كيم جونغ أون سياسة الجيش أولاً، كما طرح خطاً فكرياً جديداً يسمى بيونغ جين، يطالب بالنمو المتوازي لكل من الجيش والاقتصاد. بمعنى بسيط جداً، تعبير الجيش أولاً يعني حصول الجيش على 100%، وبيونغ جين تعني حصوله على 50% لا أكثر، وهو تقدم إلى حد ما بالطبع. لكن كانت هناك أيضاً اختبارات الصواريخ الكثيرة التي سببت توترات دولية ومخاوف أمنية كثيرة. أمل بعضهم أن تتوقف الاختبارات في عهد كيم جونغ أون وأن يتم تجميد البرنامج النووي، لكن هذه الآمال لم تتحقق قط. في الأعوام الأولى من حكمه كان كيم جونغ أون معزولاً عن المسرح العالمي. كانت صلاته بالجنوب شبه منتهية تقريباً، ولم يزر الصين أو روسيا. كان ذلك الانعزال نتيجة أيضاً لسياسة الصبر الحسن الذي انتهجتها إدارة أوباما ل8 أعوام، حيث كان اهتمامها بسوريا وأوكرانيا أكثر من كوريا الشمالية. رفضت بيونغ يانغ دوماً نزع أسلحتها النووية، فإن الولايات المتحدة لن تفاوضها. كانت صلة الشمال الوحيدة بباقي العالم هي العقوبات متزايدة القسوة بشكل دوري. أظن أن هناك من يقول إن استراتيجية الصبر الحسن الواضحة جعلت كوريا الشمالية تبني في صبر برنامجها النووي وقذائفها البالستية، لذا فعل الولايات المتحدة والأطراف الستة معها عملوا ما هو أكثر من مجرد انتظار تجاه كوريا الشمالية. إذا لم نبدأ محادثات ما مع كوريا الشمالية فلن نستطيع أبداً تجميد برامجهم المتواصلة. أعتقد أننا لم نعر قط اهتماماً كافياً إلى هرمية كوريا الشمالية. سبق أن قالوا لي صراحة: لا بأس بك، نحن نفهمك وعلاقتنا جيدة، لكنك لا تستطيع حل مشاكلنا لأنك لست رفيع المكانة كفاية. لذا أظن أن حل هذه الأزمة التي تحدث كثيراً يكمن في استعدادنا أو عدمه لإرسال شخص تضمن مكانته أن يأخذوه بجدية ليستكمل المبادرة. لكن فجأة في خريف 2016 لاح بريق أمل جديد لشهور. زلزلت كوريا الجنوبية تظاهرات هائلة لكن سلمية اتهمت الرئيسة بارك بالفساد. بعد محاكمتها واعتبارها مذنبة حكم عليها بالسجن 24 سنة. حمل خليفتها هذه الحركة واسعة الشعبية واستغل ذلك لتدشين حقبة جديدة في سلوك البلاد، اسمه مون جي إن، وهو محام يساري التوجه شارك بقوة في أول قمتين كوريتين. كان هدفه الوحيد إعادة بيونغ يانغ إلى الأمم المتحدة ووضع حد لعقود من التوترات الإقليمية. لكن في الوقت ذاته زلزلت انتخابات أخرى العالم. دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الجديد جعل توقع الدبلوماسية الأمريكية أمراً مستحيلاً. في الأمم المتحدة أصغى الأعضاء في ذهول بينما اشتدت حدة نبرته أثناء تصريحاته ضد كوريا الشمالية بقسوة وحدية.
The United States has great strength and patience. But if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea. Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime. بين 2013 و 2017 أطلقت عشرات الصواريخ متزايدة التعقيد والتطوير، وأقيمت 3 اختبارات نووية جديدة، ما وضع الجنود الأمريكيين في اليابان والمحيط الهادئ في حالة تأهب. حتى ساحل كاليفورنيا أصبح ضمن نطاق الصواريخ، وكرد فعل أعادت واشنطن حركة طائراتها المقاتلة النووية فوق كوريا الشمالية. خشي العالم بأسره حدوث تصعيد. إذا ظنوا أنهم يستطيعون إخضاعنا بفرض العقوبات فهم يرتكبون خطأ جسيما. إنهم واهمون بشكل غير مفهوم. ما دامت أمريكا ترفض إنهاء سياستها الخاصة بكوريا الشمالية لن تكون هناك نتائج إيجابية للمشكلة النووية، فنحن لدينا مبادئ لا نحيد عنها. روسيا осуждает эти упражнения со стороны Северной Кореи. Мы считаем, что они носят провокационный характер. А использование санкций любого рода в данном случае уже является бесполезным и неэффективным. Да они, как я вчера сказал одному из своих коллег, траву будут есть, понимаете? Но не откажутся от этой программы, если не будут чувствовать себя в безопасности. ومع ذلك، أواخر 2017 أعلنت بيونغيانغ فجأة نجاح برنامجها النووي. تم تأجيل الإطلاقات النهائية، سلاح الردع أصبح جاهزاً رسمياً. كوريا الشمالية كانت تهدف من خلال تطوير سلاحها النووي إلى رقم 1 سلاح الردع، والرقم 2 لتطبيع العلاقات مع عدوها القديم الظاهري أمريكا. هذا معروف للجميع، كأمريكا والصين وسائر الدول. في هذا السياق، وبعد 30 سنة من إقامة الأولمبياد الصيفي في سيول، اختيرت كوريا الجنوبية لتستضيف الأولمبياد الشتوي. استغل الرئيس مون جي إن الهدنة الأولمبية ليعيد إطلاق سياسة اليد الممدودة. 2018년 2월 한반도의 군사 분계선에서 100km 거리에 있는 대한민국 평창에서 동계 올림픽이 개최됩니다. 우리 정부는 아시아에서 이어지는 이 소중한 축제들을 한반도의 평화, 동북아와 세계의 평화를 만들어가는 계기로 만들 것을 북한에 제안합니다. 스포츠에는 마음과 마음을 잇는 힘이 있습니다. خلافاً لأولمبياد 88، هذه المرة وافقت كوريا الشمالية على المشاركة. أصبح الأولمبياد الشتوي ألعاب السلام. على الحلبة الرياضية أسر فريق هوكي الجليد المشترك القلوب، كما سهل حضور وفد كبير من الشمال فتح قنوات دبلوماسية متعددة الأهداف للتفاوض. ترأست الوفد أخت كيم جونغ أون. كانت المرة الأولى التي يطأ فيها أحد أفراد أسرة كيم الأرض الشقيقة العدو منذ الحرب الكورية. ثم تسارعت الأحداث. في مارس استقبلت الصين كيم جونغ أون لتدعم العملية بذلك. في إبريل ذهل العالم أمام قمة ثالثة بين الكوريتين. أثناء المراسم اتفق الشمال والجنوب على إعادة معاهدة سلام ونزع الأسلحة النووية السريع من شبه الجزيرة الكورية. أسر كيم جونغ أون قلوب الجنوبيين كما فعل أبوه منذ 20 سنة. وفي مايو نجح مبعوثون رفيعو المستوى من الشمال والجنوب في إقناع الرئيس الأمريكي بمقابلة رئيس كوريا الشمالية للمرة الأولى على الإطلاق. أظن أن الكوريتين تتلاعبان بالقوى العظمى ببراعة، فالجنوبيون يشددون باستمرار على دور ترامب الجوهري والحاسم في تحريك العملية قدما. لا يهم إن كان هذا صحيحا أم لا،
فهم يعرفون جيدا كيف يبقون الرئيس الأمريكي مبتهجا ومهتما بشبه الجزيرة، كما يلعب الشماليون دورهم أيضا. الكوريتان تتقاسمان المهام من أجل كوريا واحدة تلفت انتباه العالم دوما. لقد تغيرت الأولويات، أولا إعادة ترسيخ الثقة، ثم نزع الأسلحة. أثناء زيارة مون جي إن إلى بيونغ يانغ في خريف 2018 كان تفاؤل ملموسا وواضحا. للمرة الأولى خاطب رئيس كوريا الجنوبية 140 ألف كوري شمالي على الهواء. أرينون 5000 년을 함께 살고 70 년을 헤어져 살았습니다. 나는 오늘 이 자리에서 지난 70 년 적대를 완전히 청산하고 다시 하나가 되기 위한 평화의 큰 걸음을 내딛자고 제안합니다. تم توقيع معاهدات هامة لنزع السلاح بين الشمال والجنوب. تحدث الزعيمان عن محاولة مشتركة لاستضافة أولمبياد 2023 الصيفي. ما دامت البنادق صامتة سيستمر التقارب حكما. مع استمرار المحادثات، التصريحات الرسمية والمدارس والمتاحف في الشمال والجنوب تواصل الترويج لمستقبل مشترك للكوريين. لكن على جانبي الحدود الكورية تغييرات اجتماعية واقتصادية تدفع بالكوريتين في اتجاهين يزدادان تضادا. أونغ دي أحد أكثر أحياء سيئول عصرية. لم يعد الشباب هنا يخشون الشمال، لكنهم أكثر اهتماماً بالنجاح العالمي الذي حققته الإلكترونيات وموسيقى البوب من مصير جيرانهم البعيدين شمالاً والثلاثين ألف لاجئ الذين نجحوا في الهروب من النظام في بيونغ يانغ والاستقرار في الجنوب. حين نلتقي بالكوريين الجنوبيين لا يعاملوننا كمواطني بلادهم بل كأشخاص مختلفين كالأجانب. من بين 25 مليون شخص الذين يعيشون في كوريا الشمالية لم ينجح إلا عدد قليل في المجيء للعيش في الجنوب، وما زلنا نجد صعوبات كبيرة في الاندماج في المجتمع. إذا فتحت كوريا الشمالية أبوابها أخيراً يوماً ما، سواء بإعادة الوحدة السياسية أم بتسهيل التعاملات، كيف سيستقبل الجنوب باقي سكان كوريا الشمالية؟ لكن هذا ليس التحدي الوحيد أمام دمج كوريا الشمالية في المجتمع الدولي. نسبة دخل الفرد كما أعرفها أنا بين الشمال والجنوب، إذا صدقت المتفائلين من 1 إلى 15، وإذا صدقت المتشائمين فهي 1 إلى 40، وهذه هي أكبر فجوة في الداخل بين دولتين تتقاسمان حدوداً برية. ونحن نتحدث عن بلدين لا يتقاسمان حدوداً برية فقط بل لغة واحدة أيضاً. ستكون الوحدة باهظة جداً، ولهذا السبب يتساءل عدد متزايد من الجنوبيين إذا كانوا بحاجة إلى الوحدة أصلاً مع الكوريين الشماليين، ويتضح أن إجاباتهم باتت بعيدة جداً. لدى المجتمع الدولي توقع آخر، وهو أن تضع كوريا الشمالية حداً لانتهاكاتها المروعة لحقوق الإنسان. تقارير معسكرات الأشغال الشاقة وإعادة التأهيل والتعذيب والإعدام العلني ما زالت تصحق العالم، لكن هذا ما زال موضوعاً محظوراً بالنسبة إلى نظام بيونغ يانغ. أظن أن سجل كوريا الشمالية مروع في حقوق الإنسان، ويسألني الناس دوماً لماذا أذهب إلى هناك ولما تربطني صلة بأولئك الأشرار دوماً. انظر ماذا يفعلون في معسكرات الجولاغ، فأجيب بأنني لا أبرر ما يفعلونه مطلقاً، فأنا أدرك ما يحدث. سؤالي لك هو كيف تجعلهم يتغيرون؟ وخبرتي تشير كما أفهم إلى أن أسرع سبل التغيير هي حين تدرك الدولة أن مصلحتها تكمن في التغيير. التغيير الذي يفرض من الخارج ليس عامل استقرار، بل زعزعة تنتج عنها كوارث. بالفعل بدأت كوريا الشمالية تتغير.
ما زال انتقاد النظام محظوراً كلياً، لكن وجود 4.5 مليون هاتف جوال يجعل احتكار الدولة للمعلومات أصعب. في بيونغ يانغ تجري إعادة تصميم أحياء بكاملها لتلبية احتياجات الطبقة المتوسطة الصاعدة. زاد المزارعون إنتاجهم مع أن 40% من الكوريين الشماليين يعانون من نقص التغذية وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي. التغييرات الأخيرة في كوريا الشمالية وصفت بخمس كلمات لا غير. الأمر الأول السوق، أوافق على ذلك. المال، لقد أصبحت كوريا الشمالية ناهمة للمال بشكل لا يصدق، كالبلاد الرأسمالية والجوالات والسيارات. هناك سيارات كثيرة جدا اليوم. وأخيرا وهو الأهم في رأيي وكما أشعر بها، إنها العقلية. العقلية بدأت تتغير. لتواصل تطورها يجب أن يحسن الشمال البنية التحتية والطرق وسكك الحديد، بل إن الدولة تريد فتح أبوابها للسياحة، لكن هذا يتطلب دعماً واستثمارات أجنبية خاصة من الصين وكوريا الجنوبية. ما زالت الصين العامل الجوهري لبقاء كوريا الشمالية اقتصادياً بطول حدودهما المشتركة التي تبلغ 1400 كيلومتر. تقبع مدن جديدة ومناطق اقتصادية خاصة في انتظار رفع العقوبات للاستفادة من صادرات الشمال من الفحم وعناصر الأرض النادرة والمواد الخام. في المقابل تتزايد واردات كوريا الشمالية من البضائع عبر هذا الجسر كالأرز والقمح والزيت، وكذلك الحواسيب والشاشات المسطحة وغيرها من الكماليات التي يتلهف إليها الأثرياء الجدد في بيونغ يانغ. لكن شأنها شأن أغلب جاراتها الآسيوية، تخشى بيونغ يانغ الاعتماد الكلي على الصين، وتبحث حالياً عن حلفاء آخرين على سبيل الموازنة في سياساتها الجديدة. إذا وحد الشمال والجنوب جهودهما معاً اقتصادياً، نستطيع أن ننمي معاً ثروة كوريا الشمالية. تملك كوريا الشمالية عمالة مؤهلة بجدارة، وهو شيء يثير اهتمام شركات كوريا الجنوبية بشدة. سيكون هذا مفيداً جداً في تنمية اقتصاد مشترك، إذا أرادوا هذا بالفعل للتنمية. بعد قرن من الاستعمار الياباني وسبعين سنة من الحرب الكورية، ما زالت شبه الجزيرة الكورية منطقة مثيرة للمشاكل على الصعيد السياسي الدولي. بدون دعم من الولايات المتحدة والصين وروسيا واليابان، لن يحدث أي تقارب حقيقي بين الكوريتين الشقيقتين. بدون نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، لن تكون هناك حدود على انتشارها عالمياً. بدون دعم من صندوق النقد الدولي والمصرف الدولي، لن يتحقق دمج كوريا الشمالية في الاقتصاد العالمي. إن وضع حد لمئة عام من النزاعات في شبه الجزيرة الكورية ما زال سؤالاً معقداً إلى درجة تفوق الخيال. هل العالم مستعد لاستقبال دولة كورية أو اثنتين مزدهرتين تريدان السلام؟ مع أنه لا يفصل بين سيول وبيونغ يانغ سوى 200 كيلومتر، إلا أن الطريق سيكون طويلاً. أنا واثقة أننا سننجح في إعادة الوحدة يوماً ما. التغيير يعتمد على إرادة أصحاب النفوذ. أظن أن أحفادي أو أبنائهم سيعيشون في كوريا موحدة من جديد، كالتي قرأنا عنها في كتب التاريخ. دامت هذه الهدنة طوال حياتي. لم نعرف قط معنى السلام الدائم. لا يعقل أن أنتظر حتى جيل أحفادي،
لا بد من تحقيق هذا في جيلي إذا أمكن الأمر، فنحن نسعى له دائما. لمشاهدة هذا الوثائقي وغيره زوروا قناة الشرق الوثائقية على يوتيوب.